السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بجميع متابعينا على القناة التعليمية لفالور أبسولو، وترحيب خاص بتلمذتنا تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي اللي بيشاركوا في دورة امتحان ختم التعليم الأساسي دورة 2020. لتحضير لهذه الدورة أخذنا التمرين الأول من دورة 2015 كسيام، بتبع أخذنا ما يخص ما يوافق محتوى دورة 2020. يلي كل سؤال 3 إجابات 1 فقط صحيحة، أنقل في كل مرة على ورقة تحريرك رقم سؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له. 1 OEG معين متعامد في المستوي، نعتبر النقاط A إحداثية 1 على جذر 2 جذر 2 و B 1 مع جذر 2 2 و C جذر 2 إلا 1 2. النقطتان المتناظرتان بالنسبة للمستقيم OG من بين النقاط A و B و C هما، يعني شكون متناظرين بالنسبة لـ OG؟ الاحتمال الأول A و B، الاحتمال الثاني A و C، الاحتمال الثالث B و C. باهي خلينا نفهمو. نقطتين متناظرين بالنسبة إلى OG هما نقطتان عندهم فرد ترتيبة والفاصلات متقابلة. باهي يعني تلاحظو هنا يا جماعة الكل A و B و C كلهم عندهم ترتيبات كيف كيف، ترتيبة كيف كيف، 2 2 2، واضح. إذن يلزمني نركز توا على الفاصلات، أنهم الفاصلات متقابلين. ترى نشوفوا الأ والبي، ترى هنا عندي 1 إلا جذر 2 وهنا عندي 1 مع جذر 2. أوكي الجذر 2 تقلب هنا موجب ولا سالب، أما الواحد بقى موجب موجب، وبالتالي أ و ب ماهمش متناظرين بالنسبة إلى أو جي، يعني الاحتمال أ مستبعد. باه نشوفوا ترى الأ و السي، ترى أ و سي عندنا هنا 2 2 ترتيبات كيف كيف. الفاصلات هنا عندنا 1، هنا عندنا ناقص 1، وهنا عندنا الا جذر 2، وهنا عندنا مع جذر 2، وبالتالي ال A و C متناظرين بالنسبة إلى G. واضح مفهوم؟ يعني الاحتمال B و C غلط، والاحتمال الصحيح هو A و C. مفهوم؟ عندهم فرد ترتيبة A و C 2 2 والفاصلات متقابلة. مفهوم؟ مهما يكون الرقم الفردي A فإن العدد هذا يقبل القسم على العدد 6 ولا 12 ولا 15. باه نذكر قابلية قسم، قابلية قسم اللي يكون العدد قابل القسم على 6 إذا كان قابل القسم على 2 و 3 في نفس الوقت، يكون العدد قابل القسم على 12 إذا كان قابل القسم على 4 و 3 في نفس الوقت، يكون العدد قابل القسم على 15 إذا كان يقبل القسم على 5 و 3 في نفس الوقت. باه العدد هذا الرقم الأحاد متاعو 4، معناه ينجم يكون يقبل قسمة على 6، خاطر 6 يلزم يكون قابل قسمة على 2 و3، وعن على 2 رقم الأحاد زوجي، معناه الاحتمال هذا ينجم يكون صحيح. تبقى نعمل فيريفيكاسيون في 3. هنا 12 يلزم يقبل قسمة على 4 و3، على 4 يلزم رقم الأحاد العدد المتكون من رقم الأحاد ورقم العشرات يقبل قسمة على 4. واضح؟ يعني إذا كان A يساوي 0 4 يقبل قسمة على 4، وقتها ينجم يكون صحيح الاحتمال B. لكن هو قال لك الA عدد فردي مثلا 14 ما يقبلش القسمة على 4، 34 ما يقبلش القسمة على 4. مفهوم؟ يعني الاحتمال هذا ب غير وارد. والاحتمال جيم قابل القسمة على 15 كيف كيف ما يجيش، خاطر باش يكون قابل القسمة على 15 يكون لازم يكون قابل القسمة على 5 و 3، وباش يكون قابل القسمة على 5 العدد لازم رقم الأحاد يساوي 0 5، وهنا عندنا 4، وبالتالي الاحتمال هذا مستبعد. وهذا يتفهمنا علاش مستبعد، خاطر كي نعوض بعدد فردي اللي هو مثلا 14 1 مثلا الار ردها 1 ولي 14 العدد المتكون من رقم الأحاد والعشرات لا يقبل القسمة على 4، وبالتالي هذا مستبعد. بقانا قابلية قسمة على 6 طلعناها بار إليميناسيون، إليمينا هذا وإليمينا هذا، قالنا الآية هو صحيح. وللتأكد هو يقبل قسمة العدد هذا يقبل قسمة على 2 خاطر رقم أحاد زوجي، ويقبل قسمة على 3 خاطر كي تجمع مجموع أرقامه A مع 1 مع A مع 1 مع A مع 4 تساوي 6 مع 3 A. لاحظوا اللي 3 عامل مشترك هنا وهنا، في 2 مع A، إذا يقبل قسمة على 3، وبالتالي العدد
كله يقبل خصم على 6، واضح مفهوم؟ كما تفهمنا في عدة فيديوهات على الكيسيان، ديما حاول تخمم بار اليميناسيون وتخمم كل ما هو ماهوش منطقي يستبعد، واضح؟ باش ما تضيعش برشا وقت في الكيسيان، لانه يلزم على الكثير كل الكيسيان ما يلزموش يفوت دقيقة، اكثر حاجة دقيقة، واضح؟ مثلا هذايا هو في الاصل فيه 3 اسئلة، ما يلزموش يفوت 3 دقائق، مفهوم؟ لانه يعني كما تعرفوا عمل الوقت مهم، وانت تخدم ضد الوقت، والسوجي فيه 5 تمارين. هذا هو، نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة مع تمارين جديدة. لا تنسى الاشتراك في القناة و تبارتاجي الفيديوهات على أصدقائك حتى تستفيد وتفيد غيرك. السلام عليكم ورحمة الله.